مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج بوب بوب نيوز. كنتلقاو بكم كل نهار باش نتكلموا على مواضيع مختلفة في مجالات متنوعة، واليوم كنقدموا الحلقة ونحن نعيش أجواء ذكرى غالية على المغاربة كاملين، ذكرى المسيرة الخضراء مظفر ابتسام. المسيرة الخضراء حدث تاريخي مهم في تاريخ المغرب المعاصر، المسيرة السلمية اللي أطلق المغفور له الحسن الثاني نهار 6 نوفمبر 1975 لتحرير الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني، واللي شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية بطريقة سلمية عبروا فيها على حبهم الكبير وتشبتهم بكل جزء من هذا الوطن. الله يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. ونشوفوا أخبار واحدة أخرى في هذا الزابينج. أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن لائحة الأفلام السينمائية العالمية التي سيقدمها بمناسبة دورته 20 التي ستقام بين 24 نوفمبر الجاري و2 دجنبر المقبل. اللائحة تضم 75 فيلما من 36 دولة مبرمجة في أكثر من مهرجان، المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة وباقي الفئات. مدينة وجدة تستعد لاحتضان حفل فني كبير بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء يوم الجمعة المقبل، تنظيم من المجلس الوطني للموسيقى ودعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. سيأتي الاحتفال تكريم ابن المدينة الراحل حسن مجري، وذلك مشاركة ابنه ناصر مجري والفنان حميد بوشناق والفنان سامي قصبة، إضافة للجوق الغرناطي الجنات شملال وفرقة الرقادة الشيخ برهي. من بعد جولة وطنية ناجحة السنة الماضية، يعود لزان كاليفياب الأمين وعبيد للخشبة مرة أخرى لتقديم سيموا ياتوا بعدد من المدن. جولة هذا السنة ستنطلق من فاس فاتح دجنبر المقبل لتزور كل من الجديدة، مراكش، أكادير، البيضاء، الرباط، طنجة ومكناس. هذه واحدة من أقصر مقدمات اللي غندير، اللي غنقول على الفنان اللي ضيف ديالنا اليوم، هو أنه رغم صغر سنه ورغم الفترة الوجيزة اللي عرفناه فيها، هي ماشي وجيزة بزاف ولكن الفترة الوجيزة، إلا أننا كنحسوا بأننا كنعرفوه بزاف ومن ديما كان معانا. هو الواحد اللي كتكون عنده ديك اللمسة الخاصة صافي كيدخل لك مع العظام صافي كيولي. صح، كيف ما تنقولوا بالدارجة. أسامة رمزي هو ضيفنا اليوم، فنان كوميدي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، دخل بيوت المغاربة من خلال شخصية غالطا في سلسلة كبور الفنان حسن الفد. تلاقيناه في عرض ديال هو إز كبور مع حسن الفد، هيثم مفتاح ومنيا المكيمل بالدار البيضاء، وسولناه على العرض وعلى مشاريعه المستقبلية. نشوف. السلام عليكم، معكم أسامة رمزي على بوب بوب. العرض ديال هويز كبور هو واحد العرض اللي كان فيه غير الأستاذ حسن الفدو أبو علي، وتزادوا شخصيات جداد فيهم هيثم مفتاح، منيا المكمل، وأنا بشخصية ديال غالطا. ملي خديت المعلومة من سي حسن ديال واش نديروا شي حاجة، قلت ليه معلومة مرحبا، شخصية اللي أنا توحشت بزاف، والحمد لله رد الفعل من عند الجمهور ديما زوين، وإن شاء الله غادي يعجبكم حتى نتوما. كاين ستاند أب ديالي قريب غادي تكون الجولة ديالو. الخدمة مع الأستاذ حسن الفد بحال كتدخل المدرسة، هو واحد المدرسة اللي تعلمنا منها بزاف، احتضننا، علمنا طريقة الكتابة، تعلمنا منه التشخيص، تعلمنا منه بزاف ديال الحوايج. أنا بالنسبة لي هذاك ستريس ما عمري حسيته معاه، بالعكس كنحس بالفخر أنني كنخدم معاه، لأن كان قدوة ديالي في الفن، غير أنني نتلاقى معاه كانت بالنسبة لي حلم عسك أنني نخدم معاه. وهذه فرصة باش نقول ليه مرة أخرى شكرا، شكرا بزاف. دابا الأعمال مكتوبة، ولكن واش غادي تكون في رمضان ولا ماشي في رمضان ما عنديش فكرة، لأن كنتسناو الإنتاج، كاين بزاف ديال الحوايج كيدخلوا في هذا الشيء، وإن شاء الله إلا كانت غادي تعجبكم. اللي كيتبعني وكيبغيني الله يجازيه بالخير، واللي ما كيبغينيش الله يهديه. معكم كبور من ناني شميرس، وهذا صاحبي حبيب أنيق. هذا شنو؟ سمية التباري. التباري واش؟ إيه الخصاصي. فاطمة غالطا. غالطا إيش؟ شاراي. غالطا شاراي. عرض هو إز كبور لا زال مستمرا، وسنوفيكم طبعا في الحلقات المقبلة عبر الزابينج بجميع التواريخ. شكرا لك سميد، شكرا لكم على تتبع الحلقة، نتمنوا أنها تكون عجبتكم. غادي نتلقاو بكم قريب في حلقة جديدة، في انتظارها زوروا موقع القناة دوزام.ما ولا لابليكاسيون ماي دوزام إلا بغيتوا تشوفوا حلقات سابقة. بسلامة.